موجز وارفة، أهلا بكم. إلى خبرنا الأول، اشتكت العديد من خريجات كليات المجتمع من عدم إيجاد وظائف لهن، وأشرنا خلال هاشتاغ خريجات كليات المجتمع نطالب في تويتر بأنه يتم رفضهن في أي وظيفة يتم التقديم عليها بحجة أنهن لا يملكن البكالوريوس ولم يتم تسهيل قبولهن في الجامعات لإكمال دراستهن، خاصة أن تخصصاتهن في كلية المجتمع من التخصصات التي بإمكان الخريجات إكمال درجة البكالوريوس فيها. وأشارت بعضهن بأنه مضى على تخرجهن 10 سنوات منذ أن تخرجن من كلية المجتمع دون وظيفة ودون السماح لهن بمعادلة ما تم دراسته وإكمال البكالوريوس. ومعنا على الهاتف من أبها الدكتورة نورة بنت يحيى الفيفي، الأستاذة المساعد بجامعة الملك خالد، للتعليق عن هذا الخبر. دكتورة نورة، ورسالتك لنيل الدكتورة كانت عن خريجات كليات المجتمع، هل لك تبيين مشكلتهن باختصار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خريجات كليات المجتمع هن خريجات كلية جامعية مدة الدراسة فيها تقل عن 4 سنوات. الهدف من هذه الكليات أن يخرجن أن يعد الخريجات في سوق العمل. مشكلتنا باختصار أنهن يتخرج من هذه الكليات فيجد أن شهاداتهن غير معتمدة وغير مصنفة بديوان الخدمة المدنية، كان غير مطلوبة، وسوق العمل يعتبرها غير مؤهلة للالتحاق بسوق العمل. هناك خريجات ما تجاوزنا 10 سنوات و15 سنة وإلى الآن لم يتم أي تعيين لهم. من هي الجهة المسؤولة عن حل مشكلة خريجات كليات المجتمع؟ لا أستطيع أن نحدد كل جهة مسؤولة بذاتها. جميع الجهات المسؤولة سواء كانت الجامعات بما تطرحه من برامج، أو أيضا المؤسسات التوظيفية. المسألة هي عملية تكاملية بين هذه الجهات. ما أبرز الحلول للمشكلة باختصار دكتورة؟ أبرز الحلول لابد من ربط التخصصات باحتياج سوق العمل الفعلية، أيضا المراجعة المستمرة لهذه التخصصات بما توافق مع المستجدات في سوق العمل، أيضا جعل التدريب شرط أساسي في خطط البرامج، لأن هناك من يرفض توظيفهم بحجة أنه لا يوجد تدريب لخريجات كليات المجتمع. أيضا التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية في المناطق لتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل. استبعاد التخصصات التي تقوم الكليات الجامعية الأخرى بمنح درجة البكالوريوس في نفس التخصصات التي يتم تدريسها في كليات المجتمع. تفعيل الوحدات التوظيفية داخل كليات المجتمع، إيضاح التصنيفات الخاصة بخريجات هذه الكليات وزارة الخدمة المدنية وشروط اعتمادها. حدثتنا من أبها الأستاذة المساعدة بجامعة الملك خالد دكتورة نورة بنت يحيى الفيفي، شكرا جزيلا لك. إلى خبرنا الثاني، أكد مدير إدارة البرامج الاجتماعية في وزارة العدل الدكتور ناصر العود أن الوزارة رفعت مقترحا إلى الجهات العليا باعتماد صندوق حكومي للنفقة على المطلقات والأرامل يخصم فيما بعد من الزوج، مشددا على أن النفقة لن تقل عن المبلغ الضمان الاجتماعي، وستكون بحسب الزوج وملاءته المالية، وتتراوح مبالغ النفقة بين 2500 ريال و3500 ريال. ويستهدف المشروع تقديم معونة عاجلة للمطلقة بمبلغ يتوافق مع احتياجاتها لحين استقطاع المبلغ من الزوج، ومن ثم يسترد المبلغ من الزوج إلى الصندوق، لأن الصندوق هو تكافلي بين الطرفين. كما يأتي الصندوق لمساعدة حالات كثيرة لمطلقات لا يجدن حد الكفاف، خاصة إن كان معهن أطفال. وأثناء امتناع الزوج عن النفقة تترتب على الأسرة مشاكل اقتصادية أو اجتماعية، ولذلك رأت الوزارة أن هذا الصندوق ربما يحل كثيرا من الإشكاليات التي تتعلق بقضايا الخلع والفسخ وأخيرا الطلاق. الخبر الثالث، أقام مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية وضمن برنامج فاستمسك ملتقى الأسرة القيمية الثالث، واشتمل الملتقى الجماهيري على العديد من البرامج واللقاءات، حيث شارك فيه كل من الدكتورة اسماء الرويشد والدكتورة نورة الحساوي، وفقرة بين صورتين قدمها مركز باحثات لدراسات المرأة. كما أقيمت أمسية متخصصة عن الحقوق شارك فيها كل من مؤسسة وفاء لحقوق المرأة
بمحاضرة عن حقوق مودة ورحمة، ومحاضرة للأستاذة نادية الكليبي، بعدها كانت حلقة نقاش شارك فيه مركز الإرشاد الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية. وقدمت المستشارة بمركز آسيا مريم الثمالي نقاش حول التراحم الزوجي عوائق وحلول، وقد أوضحت المشرفة العامة على البرنامج الدكتورة أسماء الرويشد بأن البرنامج القيمي فاستمسك يستمر لمدة 3 سنوات، في كل عام يتم تناول 3 قيم وكل قيمة لها برنامج خاص بها حتى يتحقق الهدف من البرنامج، وهو الأخذ بيد الأجيال إلى الكتاب العزيز من خلال التربية القرآنية وتنمية الإدراك بأهمية العودة إلى القرآن والاستمساك به. إلى خبرنا الرابع، اختتمت فعاليات المنتدى الأسري الذي يحمل شعار قلها أحبك، والذي نظمه مركز التنمية الأسرية بمحافظة الأحساء، وقد بلغ الحضور النسائي خلال أيام المنتدى أكثر من 3000 زائرة توافدت حتى من قبل المدارس في الفترة الصباحية. وقمنا بالتجوال على الأركان التفاعلية وأبدينا إعجابهن بما قدم من موضوعات وأفكار جديدة في طريقة العرض. بهذا وصلنا إلى نهاية موجزنا لهذه الحلقة، فإلى بقية الفقرات.